ايش ده يا اولاد الذين؟ برضو رامين العابكم في كل مكان. اشوفكم بس اذا ما وريتكم شغلكم. يوه ما جاد. طبعا الموقف اللي فات ما في ام ما مرت عليه. عشان كده اخترت صديقتي مها نتكلم سوا عن الكوارث اللي بيعملوها فينا أولادنا وبتخلينا مندهشين ومصدومين وما نعرف نعمل إيش. كيف حالك مها؟ منورتنا حبيبتي في بيتي. الحمد لله يا سميرة، مبسوطة قوي إن أنا معاكي النهاردة. بالنسبة للكوارث بقى اللي الولاد بيعملوها دي، أنا حاسة إن إحنا اللي بنتربى من أول وجديد مش هما. طيب قولي لي ايش رايك في الموقف اللي حصل قبل شويه؟ يعني ده ولا حاجه من الولاد بيعملوه. يعني انا عايزه احكي لك ان انا في مره كنت عازمه صحابي عندي في البيت على الغدا ومظبطه البيت وكل حاجه تمام، وابني قرر انه يبقى بيكاسو. يعني جاب الالوان واستغل ان انا مشغوله في المطبخ وقعد يرسم على الحيطه البيضه اللي في الريسبشن. كيف لو عرفتي عن بنتي كوكو؟ تخيلي لو حطيت روج على شفايفي تروح تحط صباعه وتمسح الروج اللي في شفايفي عشان تحطه على شفايفها. هي البنات بتحب تتدلع عكس الولاد. يعني الولد تربيته صعبه يا سميره. يعني انا نفسي اشوف اللي قالت المثل بتاع ده ولد اتشد ظهري واتسند. يعني ده انا ظهري اتقطم. يو انت هتقولي لي على مصايب الاولاد؟ اساليني انا. الكوره مثلا. أيوة. ابني عامل البيت على طول ملعب كوره، مره يشوت الكوره على الاباجوره، مره على السفره، مره على التحف، وبيكسر الاشياء. انا حاسه برضو ان انا عايشه مع هالك في البيت، طول اليوم جري وتنطيط. ده غير ان احنا يعني معيشنا في فيلم كرتون سبايدر مان، باتمان، سوبرمان، اي حاجه فيها مان معانا عادي. غير طبعا شراء اللعب، احنا بنشتري عربيات طول الوقت، البيت كله عربيات. وفي الاخر لما اتعصب او ازعق تيجي طبعا واحده تقول لي ازاي ده مش حلو يا مدام ولازم تتعاملي بهدوء. فطبعا يعني انا ببقى في نار طالعه من وداني، ببقى عايزاها تمشي من قدامي اما هرتكب جريمه. عشان كده انا قررت اكلم صاحبتنا امنيه، انت عارفه ان هي متخصصه في التربيه الايجابيه، عشان تعلمنا كيف نتعامل مع اولادنا بطريقه صحيحه. احنا اولادنا مطلعين عيوننا، نبغاك تقولي لنا كيف نتعامل معاهم، لان شويه كده حاسه ان احنا حندخل مستشفى المجانين بسببهم. حاضر. من عيني. ما تقدري تتخيلي ولد صغنون قد الفسفوسه اذا غاب عن نظري كم دقيقه الاقيه جوه المطبخ مطلع القدور ومطلع المغارف ومكسر لك كم صحن، لا وفاتح باب الثلاجه وجالس جوتها كمان. في المنظر هذا انا انصدم من المنظر ده، ايش اسوي؟ قولي لي في الحاله دي اضربه، ازعق عليه، ولا احرمه، ولا اسيبه يستكشف الاشياء؟ يعني هي لو على قد الحلل والكركبه يبقى تحمدي ربنا. والخوف كله ان هو يؤذي نفسه، يعني مثلا يلعب في الادويه، منظفات، كهرباء، ادوات حاده. هو الطفل بطبيعته مستكشف، ودي حاجه بتنمي عنده المهارات. دوري بقى ان انا اعمل ايه؟ اوفر له بيئه امنه ان هو يستكشف فيها. تاخدي لفه حلوه كده في البيت، تشيلي كل الحاجات الخطر عن ايده وعن نظره، وبعد كده تسيبيه براحته وتعلميه يستكشف الحاجات التانيه بخطوات بسيطه، وكمان حاولي تخرجيه شويه يعني عشان يطلع طاقه. طيب انا عايزه اسالك سؤال يا امنيه، لو انا ساعات بختلف مع جوزي في تربيه ابني، يعني هو بيقول لي ما تدلعيهوش، شدي عليه علشان يطلع راجل يعتمد عليه، وللبنت ما تتحكميش في اختياراتها واديها حريه اكتر علشان تقدر تبني شخصيتها، هل الطريقه دي في التربيه صح؟ بصي بصراحه، هو سواء ولد او بنت لازم يتعلموا تحمل مسؤوليه واعتماد على النفس، ويتعلموا يحلوا مشكلاتهم. انا اصلا ما بحبش ان احنا نقعد نقول للولد انت راجل والراجل ما يعيطش، لا هو لسه طفل. انا بشوف ان احنا المفروض نربيه ان هو بعد كده يبقى راجل بالمعنى الصح، مش بالصوت الخشن. وكمان البنت مش لازم اعرفها ان البنت يبقى صوتها واطي ومنهزمه مستسلمه ومكسوره، ولا ان هي تبقى مدلعه الدلع الاوفر اللي بنشوفه اليومين دول. ايوه صح، عندك حق. انا بنتي صار لها كم يوم تبكي على مساحة قلم الرصاص. تخيلي، لأنها خربت، مع العلم أنه عندها أشكال وألوان منها، وتقعد تبكي وتزن وتنسى شوية وترجع تفتكر شوية. أنا صرت أصدق زوجي أن الستات نكديين. لا أنا أعترض بقى، معلش، يعني ده الولاد كمان نكديين. أنا مرة ابني قاعد يعيط ساعتين متواصل لأن كان بيلعب لعبة على التابلت وكان فيها سندوتش جبنة، هو مش بيحب الجبنة. يا الله. قولي لنا يا أمنية، إيش نعمل مع الولد الزنان؟ لأن أغلب الأمهات بتعاني من الموضوع هذا.
بصي هما الاطفال يا حبايبي دنيتهم صغيره جدا، عشان كده بيحبطوا ويتاثروا بسرعه، والموضوع اللي بالنسبه لك تافه وصغير وملوش معنى بالنسبه له حاجه كبيره جدا. الفكره ان انا المفروض ما تفهش من حجم المشكله بتاعته وتقبل ان دي طريقه تعبيره عن غضبه. انا مطلوب مني ان انا لما اقيمه نهار بالشكل ده ان انا انزل لمستواه، احضنه، اطبطب عليه، اعرفه ان انا حاسه بيه واحتويه، وبلاش خالص ان انا اتجاهله او ان انا اتعصب عليه عشان يتعلم مع الوقت ضبط النفس. هنحاول نعمل تحاول نعمل كده. كلام جميل جدا. انا بنصح كل ام انها تقفل الادراج والابواب وخاصه باب الثلاجه، لو عرف يفتحه هيغيب عنك وتلاقيه يلعب جوه الثلاجه مع المكعبات في رف الخضار اللي تحت. ولا بصي كمان بوكس اللعب ده بقى يعني وجماله وحلاوته، يعني ممكن تلاقي فيه كل حاجه، معالق تلاقي، غطا الحله تلاقي، شاربك اللي ضايع بقاله شهر ممكن تلاقيه جواه، ريموت التلفزيون اللي بندور عليه وقلبين عليه الدنيا تلاقيه في الاخر في البوكس ده. انا للاسف اولادي دماغهم ناشفه، خاصه لو طلعنا الماركت ولا المول، اذا شبطوا في حاجه ومسكوا في اي حاجه وما ابغى اشتريها ليهم يقعدوا يبكوا ويربوا نفسهم على الارض، وطبعا يفضحوني في المكان العام هذا. وقتها انا ما اعرف اتصرف امنيه ايش اسوي. هو طبعا مشوار الشوبينج ده بيبقى ممل جدا ليهم وكله تحكمات مننا عشان طبعا ما نضيعش لاصحاب المحلات شقه عمرهم. فالمفروض ايه الحل بقى؟ وعن تجربه الاتفاق قبل النزول. تتفقي انتوا رايحين كم مشوار، عرفي المشاوير بالتفصيل، ممكن تكتبوا المشاوير او ترسميها لان هما الاطفال مش بيحبوا المفاجآت. ايوه كمان عرفين انتوا لو هتشتروا حاجه لازم تبقوا متفقين قبل ما تنزلوا من البيت، وعرفين ان هو لو عمل الشويتين بتوع دول اللي بيعملهم في الشارع ان ده بيسبب ازعاج للناس، فانت ساعتها هتضطري انك تاخديه على جنب لغايه اما يهدى وبعد كده تكملوا المشاوير بتاعتكم. ممكن برده وانت في خلال المشوار تديله شويه مهام زي ان هو مثلا يحاسب الراجل، يشتري الزبادي عشان هو يحس ان هو مهم ويهدى. حلوة قوي الأفكار دي. الفكرة عظيمة جدا وحجربها. الوقت للأسف جري بينا، وأنا أشكرك يا مها وبشكرك يا أمنية لأني تعلمتينا كيف نتعامل مع أطفالنا بطريقة صحيحة وبتصرف سليم وبصبر وحكمة.